خير عليكم وشكرا لإدارة ملعب البصرة. يعني ما أحب البصرة الدولي. البصرة الدولية، يعني ما أحب كلش الرياضة، بس لما دخلت هذا الملعب كلش شكله راقي يوحي جذع النخلة. أي صح، الملعب كلش جميل، وشكرا لضيافتهم واستقبالهم لنا بإدارة الملعب، ما قصروا ويانا، خصوصا انه هاي الاماكن هي مو كل شخص انه يقدر يدخلها الا بتصريح وموافقات، لكن ما قصروا ويانا إدارة الملعب. وسمعت ايضا راح يجي الفريق السعودي يلعب على هذا الملعب، احنا نرحب بكم، وما لنا علاقه باللي دا يصير بين الدولتين كسياسه، بس احنا كشعب واحد مهما يكون احنا يعني شعب ما لنا علاقه، احنا ضحايا اللي دا يصير، احنا ما لنا دخل كسياسات، يوم يصيرون زينين يوم ما يصيرون زين هاي بيناتهم، لكن احنا نرحب بكم، العراق كله يرحب بكم، لا تفكرون انه انتم يعني ضايجين من عندكم او زعلانين من عندكم، بالعكس احنا بكل ترحيب ونفرش لكم القاع ورد على هذا الملعب. ان خسرنا او ربحنا فانتم تاج على راسنا، وان ربحتوا وان خسرتوا ايضا انتم تاج على راسنا، واهلا وسهلا بكم، واهالي البصره ما راح يقصرون وياكم. شكرا.